سيدات والسادة، نشرة الظهيرة من الفضائية المصرية، لكم التحية. مرحبا فاطمة. مرحبا بك محمد. سيدات والسادة، تحية لحضراتكم. إلى تفاصيل النشرة. أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإشارة ببدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة، كما استمع إلى شرح مفصل حول عملية الحصاد والمعدات المستخدمة خلال العملية ومخطط المناطق المزروعة بالقمح. هذا قد تم التقاط صور تذكارية للرئيس السيسي مع القائمين على موسم حصاد القمح بمشروع تشكى. هذا وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في توشكا، كما تفقد الصوب الزراعية المختلفة للمشروع ومحاصيل القمح والسمسم ومزارع النخل وغيرها. ويعد مشروع توشكا الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات المقومات اللازمة لنجاحه. وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به، سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية أو الفني أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر. وخلال الاحتفالية ببدء موسم حصاد القمح في تشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس عددا من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظة الشرقية والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع. وينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، تشكى أحد المشروعات القومية التي نجحت الدولة في إعادة الحياة لها مرة أخرى بتوجيهات الرئاسية، كيف ترى المردود الإيجابي من هذا المشروع العملاق في المرحلة القادمة؟ أولا تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد مشروع تشكى هو أحد المشروعات العملاقة التي آمن الشعب المصري أن يستفيد بها. مصر كانت قد ضخت استثمارات كبيرة في هذا المشروع، ولكنه شبه توقف أو يعني عاقب بعض العقبات نمو إلى أن جاء الرئيس السيسي وقرر استكمال هذا المشروع. هذا المشروع الآن نحن نحصد بأولى ثمره، حصاد قمح في موسم نحتاج فيه القمح. تشكى منطقة بكر، منطقة أرضها غنية، أرضها يمكن أن نزرع فيها يعني الكثير من المحاصيل التي نحتاجها، ومنها على سبيل المثال ما رأيناه اليوم القمح. إذن المردود الإيجابي أننا الآن نضيف رقعة زراعية، رقعة زراعية خصبة، رقعة زراعية بها الماء التي يكفيها لكي تنتج. ويعني هذا العام أيضا لدينا نوع جديد من القمح بدأت زراعته في تشكى، قمح أو يعني شتلات جديدة، أنواع جديدة، سلالة جديدة، يمكنها أن تنتج كميات أكبر مما يمكن إنتاجه في الأراضي التقليدية، في الأراضي التي استنزفت واستهلكت. وأعتقد أنه ما يحدث اليوم هو بداية، ومن تشكى سنرى خير كثير في الفترة المقبلة. نعم أستاذ أشرف، مصر دولة كما تعلم تستورد معظم احتياجاتها من الأقماح من دولتي روسيا وأوكرانيا، ورغم كما تتابع حضرتك الأزمة التي نشبت بين الدولتين، إلا أن الدولة كان لها تخطيط مسبق للتغلب على هذه المشكلة وزيادة المحصول من السلع الاستراتيجية. كيف ترى استعداد الدولة مسبقا لهذا الموضوع؟ يعني أعتقد أنه الدولة وهي تدرس ما يحدث على مستوى العالم وتعلم أن يعني وكانت تعلم من خلال تقديرات الموقف أنه في لحظة ما سينشب الصراع بين أوكرانيا وروسيا، عملت على زيادة الرقعة المزروعة بالقمح. ويعني هذا العام نحن ننتظر أكبر حصاد قمح محلي
في تاريخ مصر، ولدينا كمية من القمح الموجود في الصوامع، القمح المستورد، كل هذا قد يكفينا لنهاية هذا العام تقريبا، وهذا أمر جيد جدا. المشكلة في يعني في أسواق القمح العالمية أو أسواق أي منتج عالمي أنها تتأثر بسهولة في حالات التوتر، ويعني أكبر دولتين نستورد منهما هما أوكرانيا وروسيا، لكن الحمد لله لدينا بدائل أخرى. هناك حوالي 14 دولة يمكن لمصر أن تستورد منها. أخيرا تم إضافة الهند للدول التي نستورد منها القمح. هناك شيء أريد أن أوضحه، هو أنه مسألة أننا نحقق اكتفاء ذاتي تام في القمح يمكن أن تحدث، ولكنها ستؤدي إلى نقص في سلع أخرى، وبالتالي هناك موازنات تتم. تستطيع أن تزرع بعض المحاصيل غالية الثمن التي يمكن تصدرها، وبعائد هذا التصدير تستورد محاصيل أقل ثمن وأكثر أنت تحتاجها، أكثر مثل القمح. ولكن عليك دائما أن يكون لديك منظور استراتيجي لفترة تستطيع أن تؤمن فيه احتياجاتك إلى أن تعيد توفير ما تحتاجه من سلع مرة أخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، كنت معنا هاتفيا. وفي كلمته خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح في توشكا، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قال إن ملف الأمن الغذائي له أولوية قصوى لدى الدولة، وأوضح أن قطاع الزراعة أحد محاور الارتكاز المهمة للاقتصاد الوطني. أكد القصير أن المشروع القومي للصوامع أدى إلى زيادة السعات التخزينية للسلع الغذائية، وأشار إلى أن الإنتاجية المتوقعة من مساحة القمح المنزرعة هذا العام تبلغ 10 ملايين طن. تبلغ المساحة المنزرعة من القمح هذا العام 3,650,000 فدان، بزيادة حوالي 450,000 فدان عن عام 20، وبزيادة 250,000 فدان عن عام 21. الإنتاجية المتوقعة من هذه المساحة 10 مليون طن. في هذا الصدد أرجو أن أشير إلى أن متوسط الإنتاجية حاليا للفدان حوالي 19 أرداب للفدان. وهنا أشير إلى أن الدولة المصرية تعتبر من أعلى الدول في الإنتاجية لوحدة المساحة للفدان. وتشير التقديرات المعروضة لموسم حصاد هذا العام إلى أن نسبة كبيرة من الحصاد سوف تكون إن شاء الله في شهر مايو، حوالي نسبة 75% من الحصاد سيكون في شهر مايو، ونسبة حوالي 15 إلى 17% خلال شهر أبريل، وباقي النسبة حوالي 8% أو 10% خلال شهر يونيو. من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المسلحي، أكد أن استراتيجية الدولة المصرية هو توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر وزيادة منافذ التوزيع، مشيرا إلى أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى السلع الغذائية. بالنسبة لأهمية مشروع الصوامع، وده كان مبادرة ومن سيادتك في الفترة ما بين 2014 حتى الآن، زيادة الساعات التخزينية النهاردة بنتكلم عن 3.4 مليون طن قدرة تخزينية، ما كان يمكن أن نحافظ على احتياط استراتيجي 6 أشهر إلا إذا كان لدينا مثل هذه الساعات. نمرة 2 وهي هامة جدا، انتهاء من مفهوم الفاقد الذي كان يحدث سنويا في محصول القمح. وبمنتهى البساطة، الفاقد السنوي الذي كان يحدث إذا اعتبرنا أنه هو 10% مش 15% يمثل حوالي 6 مليار أو 6.5 مليار جنيه سنويا، وهو قيمة المشروع حتى هذه اللحظة تكلف 7.5 مليار جنيه، بمعنى ما تم توفيره في الثلاث سنين اللي فاتوا فاق تكلفة المشروع الكلي. طبعا هذا هدفه الأساسي، الحفاظ على الأقماح موجودة في داخل جمهورية مصر العربية لطول العام بدرجة جودة متميزة وعالية، ومن ثم يمكن الاستمرار في إنتاج رغيف الخبز بجودة طول العام.
من جانبه أكد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن القمح سلعة استراتيجية تحظى بعناية كبيرة وأهمية قصوى لدى الدولة. وقال اللواء أبو المجد إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على تخرجه لأرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي. تنفيذا لتوجيهات سيادتكم المستمرة وتحقيقا لمفهوم الأمن الغذائي ومساهمة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، فقد تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بكل من توشكا والعينات والفرفرة وعين دالة بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن، تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة ساينو فودز. ونتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إن شاء الله إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكا، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية بالدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 2 مليون طن، وذلك طبقا لأقصى مقنن مائي بالمنطقة. وفي المستقبل القريب يتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة، ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 مليون طن. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم عضو المكتب الفني لوزير الزراعة. دكتور محمد أهلا بك. إذن هو مخزون استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 6 أشهر، كيف أسهمت هذه المرحلة من مشروع توشكا في زيادة الإنتاجية الخاصة بالقمح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكر حضرتك جدا على إتاحة الفرصة. طبعا كلنا يتابعنا اليوم ما يحدث في أقصى جنوب مصر في منطقة توشكا الخير لموضوع القمح، وهو أهم محصول استراتيجي في مصر خلال هذه الفترة، ولعله أهم محصول استراتيجي على مستوى العالم بسبب ما يحدث في سوق إمداد السلع الغذائية، لأنه معرض للأسف في السوق العالمي لأي هزة بسبب سواء كان السبب ده سياسي أو غير سياسي. ما قامت به الدولة المصرية من خلال التوسع في زراعة محصول القمح هو نموذج يحتذى به لكثير من اقتصاديات الدول، لان للاسف المحاصيل الحقليه او الاستراتيجيه هي محاصيل قليله القيمه النقديه، يعني دائما بتكون قليله، عشان كده دول كتير بتستورد القمح من خارج حدودها، لان لو عند زراعتها داخل الحدود بيكون تكلفتها تكلفه كبيره، فبيلجأوا للاستيراد في البلدان اللي بيزرعوا مساحات كبيره على الامطار بتكلفه اقل طبعا. لكن في مصر رغم التكلفه الكبيره لموضوع زراعة القمح، نجحت مصر في إعادة البوصلة مرة أخرى وإعادة ترتيب أوراقها في مشروع توشكا بالتحديد، لأنه عانى لفترات طويلة من بعض السلبيات، أن يعاد نجاح هذه التجربة مرة أخرى في توشكا وفي مناطق أخرى. وكان النموذج كان واضح والرسالة الواضحة أن كمان تم زراعة محصول استراتيجي وليس كما هو معهود في المناطق الاستصلاح محاصيل الخضر والفاكهه ذات مردود عالي، ولكن تم زراعه هذا المحصول وبهذه التكلفه بغرض واضح جدا، وهو تامين احتياجات المواطنين من القمح وتامين الاحتياط الاستراتيجي لمصر من محصول القمح، ولعله احد البدائل المهمه هو موضوع التوسع الافقي. وفي رساله ثانيه، رساله قويه يعني بصراحه وهي عجباني جدا، هو ان يكون الحصاد الساعه 7 صباحا، يعني كان في محاكاه للمزارع المصري، كأن الدولة بتقول للمزارع المصري إن الدولة كلها بقت مزارع مصري. يعني هل هناك احتمال دكتور محمد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي في المنظور القريب؟ تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي أو جزء من الأمن الغذائي، لأن طبعا إحنا كلنا عارفين إن في محدودية كبيرة للموارد الزراعية في مصر سواء أراضي أو مياه بالتحديد، فبالتالي أنا محكوم بموقعي الجغرافي، إحنا بنزرع كل المحاصيل الموجودة في مصر في مساحة أقل من 4% من مساحة مصر، وبقى المساحة صحراء تامة، فبالتالي إن أنا أزرع بهذه الإمكانيات معناها إن الدولة عندها إصرار كبير، والدولة كدولة كمان مش كمزارعين أو كشركات زراعية، إن الدولة عندها إصرار كبير إن
تعمل او انها تقوم بتامين ملفها فيما يخص الامن الزراعي. الامن الغذائي اصبح جزء لا يتجزا من الامن القومي، مش لمصر بس، لدول كثيره جدا. صحيح. فده الجهود اللي البلد بتقوم بها خلال هذه الفتره، والرسائل كانت واضحه وقويه. رسائل زراعه محاصيل استراتيجيه بتكلفه مش قليله، ان في تنوع واضح في كل مناطق الزراعه في مصر. مصر لم الدوله لم تترك شبر قابل للزراعه في مصر الا وذهبت اليه، سواء عن طريقها من خلالها مباشره او من خلال المستثمرين، بحيث يتم استغلال وحسن استغلال كل الامكانات والموارد الموجوده. انواع القمح التي تمت زراعتها في مشروع توشكا، هل هي سلالات مختلفه عن السلالات المزروعه في الدلتا لمواجهه ربما التغيرات المناخيه؟ هو طبعا اصناف القمح في مصر كلها بدون استثناء هي ناتج من استنباطات وجهود مركز البحوث الزراعيه التابع لوزاره الزراعه لاستنباط اصناف قمح. طبعا في اصناف معينه بتجود او تتحمل ظروف مناطق الجنوب. مناطق الجنوب هي ظروف في صيف مبكر، في نقص نوعا ما في المياه، فبالتالي في بعض الاصناف اللي يمكن زراعتها، ولكن هي من ضمن الاصناف المنزرعه في كل انحاء مصر. وزاره الزراعه نجحت ان تكون هذه الاصناف هي قصيره العمر، ودي نقطه مهمه جدا. زمان كان القمح بيمكث 180 يوم و175 يوم، دلوقتي اكثر صنف بيقعد 150 155 يوم، فوفر شهر كامل على مستوى المزارع الصغير وعلى مستوى احتياجات الميه وعلى مستوى كتير. الشهر قدر يوفر كتير من الوقت ومن الجهد ومن التكلفه ويزود الانتاجيه. فدي الاصناف اللي قامت الدوله المصريه باستنباطها وانتاجها، ودي يعتبر يعني اصناف او تقاوي المحاصيل الاستراتيجيه، جزء من الامن القومي للبلد. فده جزء لازم نحافظ عليه وننميه كمان وندعمه. صحيح. توشكا منطقة غنية تضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية الغالية. شكرا جزيلا على هذه المشاركة الدكتور محمد فهيم عضو المكتب الفني لوزير الزراعة. بعث دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد. وقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع المواطنين الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا، كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، استعرض موقف تطوير معهد ناصر في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل للمعهد ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة. كما تناول الاجتماع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث أوضح عبد الغفار أن إجمالي الحالات التي تم إجراء عمليات جراحية لها تجاوز 1,000,000 حالة بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه. كما استعرض الاجتماع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا وزيادة معدلات التطعيم والاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال والأدوية واللقاحات. وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، استعرض عبد الغفار الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية. في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين، أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة أصدرت بيانا يدين الموقف الإسرائيلي في القدس ويطالب بإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.
بدوره أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. وأضاف الصفدي أنه تقرر الاعتماد على آليات للتحرك دبلوماسيا ضد الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية. الاجتماع اليوم عكس حقيقة أن القدس المحتلة وأن مقدساتها بالنسبة لنا في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في الجامعة العربية، أن القدس المحتلة ومقدساتها هي ثابت جامع فوق السياسة، لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. الاجتماع اليوم أكد أننا جميعا في العالم العربي ونحن كلجنة مكلفة من قبل المجلس الوزاري العربي نقوم بهذا الدور نيابة عن المجلس برمته، أنه لا يمكن أن نقبل بأي اعتداءات على الأقصى، وأننا إذ نريد التهدئة الشاملة، إذ نريد وقف العنف، فإننا نؤكد أن طريق ذلك هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ووقف كل الممارسات التي تقوض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد وعلى المصلين. من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أكد أن إسرائيل تريد فرض وضع قائم في المسجد الأقصى، مطالبا بتثبيت الوضع التاريخي والقانوني للحرم القدسي الشريف. إسرائيل تنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، وإسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي. إسرائيل تريد أن تفرض وضع قائم في الحرم والمسجد الأقصى برؤيتها، يختلف تماما عن الوضع القائم التاريخي والقانوني الذي تم اعتماده منذ عام 1902. إسرائيل منذ عام 2000 وهي تعمل جاهدة من أجل فرض وقائع جديدة على الحرم، ومن خلال تهميش دور الأوقاف الإسلامية وتعظيم دور الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تفرض التقاسم الزماني والمكاني على الحرم، وإسرائيل من خلال إجبارها على إخراج المسلمين المصلين والمعتكفين من المسجد الأقصى خلال فترات الصباحية من أجل تسهيل دخول وتوفير الأمان والأمن للمستوطنين اليهود للدخول وللبدء بتقديم صلوات تلمودية في داخل المسجد الأقصى هو شيء مرفوض. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك في الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وأمام الاجتماع أكد شكري على ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية. وانعقد الاجتماع بدعوة من الأردن التي ترأس اللجنة لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المبارك وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابات أخرى بالاختناق جراء قنابل الغاز. وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى المبارك لليوم الخامس على التوالي بأعداد كبيرة، واعتدت على المصلين ومنعت طواقم الإسعاف من التواجد في باحات المسجد، وأوفرت الحراسة لنحو 762 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم. من جهة أخرى، قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. وقالت مصادر في القطاع إن مقاتلات الاحتلال استهدفت ب12 صاروخا موقعا تابعا لكتائب القسام وسط القطاع. وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم أن صاروخا سقط على سيدي رود ودوت صفارات الإنذار، لكن منظومة القبة الحديدية لم تتصدى للصاروخ بحسب بيان للجيش.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده نجحت في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، وألغى بوتين خطط اقتحام مصنع أوزوفستال في مدينة ماريوبول حيث يتحصن 2000 من المقاتلين الأوكرانيين، وقال إنه يريد أن يستمر حصاره بإحكام بدلا من ذلك حفاظا على حياة الجنود الروس، لأن شن هجوم سيكلف الكثير من الأرواح، إذ أن المنطقة تتألف من شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض. في سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ والمدفعية الروسية قصفت 1000 هدف عسكري في أوكرانيا خلال الليل، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية وانفصاليين مدعومين من روسيا سيطروا بالكامل على بلدة كريمينيا بشرق أوكرانيا. وطلبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني روسيا بالسماح على وجه السرعة بإجلاء المدنيين والجنود المصابين من مصنع أزوفستال الصلب المحاصر في ماريوبول عبر ممر إنساني. وقالت المسؤولة الأوكرانية إن هناك نحو 1000 مدني و500 جندي مصاب هناك، كلهم بحاجة إلى إخراجهم من أزوفستال اليوم. وخرجت مجموعات صغيرة من المصنع المحاصر بالأمس. هذا وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إن ثاني أكبر مدن البلاد تتعرض لقصف عنيف، مشيرا إلى أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون داخل خاركيف التي تقع في شمال شرقي البلاد. إلى هذا أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية تصدت لتسع هجمات شنتها القوات الروسية بمنطقتي دونياسك ولوغانسك، كما تم تدمير 10 وحدات مدرعة وأنظمة مدفعية وصاروخية خلال الساعات 24 الماضية. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة القليوبية اليوم الحقلي للاجتماع مع المزارعين بحقولهم لمتابعة عملية توريد القمح في المواعيد المحددة، أنه سيتم منح المزارعين حوافز التوريد فور إتمام عملية التسليم للمخازن. انطلق موسم حصاد القمح الذهب الأصفر في محافظة الجمهورية ويستمر على مدار 3 أشهر، وتسعى الدولة كل عام لزيادة المساحات المزروعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي عن طريق تشجيع المزارعين بزيادة أسعار التوريد واستنباط أصناف عالية الجودة الإنتاجية. مساحة القمح في محافظة القليوبية 50,000 فدان موزعين على 7 مراكز إدارية، عندي 170 حقل إرشادي مزرعين بالتقنيات الحديثة اللي هي قمح بسطارة على المصاطب وقمح مصاطب. الدولة حددت السنة دي سعر توريد الأرداب 885 جنيه أرداب الفدان، بعد توصيات معالي بعد توصيه فخامه سياده الرئيس اللي هي زياده حافز التوريد 65 جنيه زائد 825 جنيه، بقى 885 جنيه حافز سعر ادب القمح في المحافظه. ويواصل المزارعين حصاد حقول القمح ضمن منظومة محددة لعملية التوريد، والتي تبدأ من مراكز تجميع الأقماح والوصول بها للصوامع والشوان لحفظ الأقماح. وتعمل المنظومة الجديدة على تسهيل الإجراءات، كما تعمل على تقليل الهادر من القمح. نقول للمزارع ورد قمحك للدولة، ما تخليش تاجر يجي يتلاعب معاك في الأسعار وتخسر انت بعد كده، انت الدولة معاك من اول السنة. احنا السنة دي الحمد لله رغم الظروف الجوية اللي احنا فيها احنا واقفين على ارض صلبة، كله لصالح الانتاج العالي. حضرتك لو هتبص على هنا احنا عندنا اصناف قمح مزروعة، اصناف قمح جيزة 171 وسخة 95، سخة 95 ده اول سنة يزرع السنة دي. كل الظروف الجويه لو بصينا للمحصول، المحصول مبشر. وزاره الزراعه الاداره المركزيه للارشاد جابت لنا 3 حصادات بتحصد وتتربط، بيشتغلوا خدمه ارشاديه بنص الثمن لاخوات المزارعين لتقليل التكاليف وتقليل الفاقد اثناء موسم الحصاد، لان حضرتك عارف اثناء موسم الحصاد والدراس الفاقد في محصول قمح من 20% لـ25%، فالحصادات دي بتحصد وتتربط، بتحافظ بتلم المحصول بالفلاح كده لاخوات المزارعين، تربط المحصول، بتشتغل بنص التكاليف، بتقلل الوقت المتوقف للحصاد، بتقلل
تكاليف الحصاد نفسه اللي شغاله بنص الثمن. محصول القمح يبشر بالخير هذا العام، حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول، وكذلك الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة بداية من اختيار التقاوي الجيدة وأيضا المواعيد المناسبة للزراعة مع الالتزام بالسياسة الصنفية. القمح الذهب الأصفر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والصناعات القائمة عليه، وتسعى الدولة كل عام لزيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. من محافظة القليوبية، كريم كمال، التلفزيون المصري. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري، والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني المسكير.hg. إلى اللقاء وبأمان الله.